انضم إلينا السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي دكتور عادل عطية. أهلا بك دكتور. يعني نتحدث عن 100 يوم من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وما زالت هذه الحرب متواصلة ومستمرة. برأيك حتى اليوم لماذا لم تستطع الجهود الرامية لوقف هذه الحرب تحقيق أهدافها، وهي وقف عمليات الإبادة والتي يدعو إليها الكثيرين؟ يعني في البداية، بما أنني موجود في عاصمة الاتحاد الأوروبي، دعني أشير مباشرة إلى مواقف الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة. قد قامت الحكومة الإسرائيلية بحملة دعائية كاذبة أدت إلى نوع من الشلل والجمود في العقلية الأوروبية من خلال الأكاذيب التي نشرتها آلة الدعاية الإسرائيلية، وأدت إلى شل قدرة الاتحاد الأوروبي في التحرك. ولكن بعد 100 يوم من هذا العدوان بدأت تتكشف الحقيقة، وبدأ العالم بشكل عام والاتحاد الأوروبي بشكل خاص يفهم الأهداف التي تسعى إليها دولة الاحتلال، خاصة سعيها إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة. وهناك يعني تحول، هناك تحول ولو كان بسيطا في مواقف الاتحاد الأوروبي، لكنه أصبح تحول حقيقي. فأصبح العديد من المسؤولين الاتحاد الأوروبي يتحدثون عن ضرورة وقف المجازر ووقف لعمليات العدوان الإسرائيلي، وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وشهدنا يوم أمس ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات. وبالمناسبة يعني البرلمان الأوروبي، ونحن نعمل معه جاهدا، سوف يتبنى مشروع قرار يوم الأربعاء القادم. لأول مرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي سوف تصدر مشروع قرار، تتبنى مشروع قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار، لوقف المجازر التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة. يعني هناك تحول، الأوروبيين أمام هذه المشاهد المؤلمة التي تأتينا من قطاع غزة والمجازر بحق الأطفال والنساء وبحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة. يعني فهم العالم أن إسرائيل تسعى إلى عملية تطهير عرقي في قطاع غزة، وهي وظفت الآلية العسكرية لتحقيق هذا الهدف من خلال عمليات التدمير الشامل للمرافق المدنية في القطاع. وبدأ الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات، حتى ولو كانت حتى الآن خطوات خجولة، ولكن نرى وأقرأ أنا أن هناك تغير في المواقف وتغير في التفكير وتغير في النظر باتجاه العدوان الإسرائيلي. هل هذا التغير سيكون له تداعيات في وقف هذه الحرب، أم هذه ستكون فقط هي جهود مبذولة لذلك؟ بالتأكيد أن المواقف الأوروبية الداعمة التي أعطت إسرائيل الدعم المطلق في البداية، والولايات المتحدة التي أعطت إسرائيل الدعم المطلق، والتي أعطتها الغطاء السياسي والدبلوماسي في المؤسسات الدولية، لا سيما في مجلس الأمن عندما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو للاعتراض على مشروع قرار قدم يدعو إلى وقف إطلاق النار. بالتأكيد أن بدون الغطاء السياسي الغربي لدولة الاحتلال، لا يمكن لحكومة الاحتلال، لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في هذه المجازر. يعني هناك والملف الذي رفع أمام محكمة العدل الدولية، إذا ما قدم الغرب دعم لدولة الاحتلال فبالتأكيد سيكون هناك إدانة لدولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وسيكون لها إدانة في لجان التحقيق التي نسعى من أجل أن تشكل وأن تبدأ تفتح التحقيق في الإجراءات الإسرائيلية. يعني دون هذا الدعم السياسي ودون هذا الغطاء الدبلوماسي، لا يمكن لدولة الاحتلال أن تستمر في أي من أعمالها ضد أبناء شعبنا. هذا الدعم ضروري، كذلك الدعم العسكري الذي يقدم. ونحن نشاهد اليوم أن هناك خلافات بدأت تظهر إلى العلن بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، وجميع هذه المعطيات
ستشكل ضغط على دولة الاحتلال من أجل قبول وقف لإطلاق النار ووقف المجازر التي ترتكبها لحق أبناء شعبنا في غزة. نعم، في موضوع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على الاحتلال فيما يتعلق بمجازر الحرب، إلى أي مدى دكتور ستكون تشكل اختراقا وقد تقضي المحكمة بقرار مستعجل فيما يتعلق بوقف هذه الإبادة، أم أن الولايات المتحدة المدافع الرئيس لدولة الاحتلال كالعادة من الممكن أن تلعب دورا ضاغطا لإما المماطلة أو حرف القضية؟ يعني بالتأكيد أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات للضغط على محكمة العدل الدولية، ولكن دعنا نعتبر أن هذه المحكمة تتمتع بنوع من الاستقلالية عن السياسة الخارجية الأمريكية، وحقيقة أن المحكمة قد بدأت المرافعات ضد دولة إسرائيل في تهمة ارتكاب إبادة جماعية، يعني هذا بحد ذاته إسباقية في العلاقات الدولية وإسباقية في العلاقات دولة الاحتلال مع العالم. وبالتأكيد اليوم أن التحدي الأكبر هو أمام القانون الدولي، فإما أن القانون الدولي يتحمل مسؤولياته ويدافع عن قيمه ويدافع عن الركائز التي يرتكز إليها، وإما أن القانون الدولي سيظهر أنه هذا القانون فقط للضعفاء الذين يتحدثون بلغة القانون الدولي ويستثني الأقوياء الذين يتمتعون بالقوة العسكرية. يعني المسألة ليست فقط مسألة المجازر ومسألة الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا، ولكن المسألة اليوم هي مصداقية القانون الدولي، وأنا شخصيا لا أعتقد أن المحكمة سوف تصدر حكم غير الدعوة إلى وقف إطلاق النار، لأنها ستكون سابقة في القانون الدولي وستسمح لدول أخرى في العالم بأن تستخدم هذا الحكم من أجل القيام في مجازر في مناطق أخرى. لذلك هنا أهمية الموضوع، أن القانون الدولي اليوم على المحك وأن مصداقية هذه المؤسسات الدولية على المحك، لذلك لا أعتقد أن هذه المحكمة سوف تستجيب إلى الضغوطات السياسية التي بدأت بعض الدول الاتحاد الأوروبي ممارستها على المحكمة، مثل ألمانيا التي أعلنت بأنها سوف تترافع إلى جانب دولة الاحتلال في هذه المحكمة. وهذه مسألة مهمة، وأعتقد أن القضاء في محكمة العدل الدولية يأخذونها بعين الاعتبار، ولا يمكن أن يصدروا حكم غير حكم أو النداء إلى وقف فوري للعمليات التي تقوم بها إسرائيل إلى حين اكتمال التحقيق. يعني التحقيق في هذه القضية والحكم في هذه القضية يمكن أن يأخذ سنة أو سنتين، ولكن المهم الآن هو الإجراءات الاحترازية التي سوف تنطق بشأنها هذه المحكمة خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع ما بعد القادم. إذن هذه هي النقطة الجوهرية، مصداقية القانون الدولي ومصداقية العدالة الدولية، ولا أعتقد بأن محكمة العدل الدولية سوف تتهاون وسوف تتبنى مواقف غير موقف الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في بحق أبنائنا في غزة. ختاما دكتور، فيما يتعلق في الاتحاد الأوروبي، إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك جهود حقيقية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعد هذا، بعد ما يحدث فعليا على الأرض؟ أنا أعتقد أن الدعم المطلق الذي أعطاه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إسرائيل في بداية هذا العدوان سوف يكون له ثمن سياسي، وهذا الثمن السياسي سوف يكون على شكل ضغوطات تمارس على دولة الاحتلال، هذا أولا. ثانيا، لقد اتضح للعالم بشكل عام وللاتحاد الأوروبي بشكل خاص أن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق بدون حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهذا أصبح واضح من خلال النقاشات ومن خلال المداولات مؤسسات الاتحاد الأوروبي. في 22 من هذا الشهر هناك اجتماع مهم في بروكسل دعي إليه وزير الخارجية، معالي وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، وستكون النقطة الرئيسية في هذا الاجتماع هو إطلاق عملية السلام وإيجاد استراتيجية فعالة لإحياء عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. لقد أصبح
واضحا إلى الجميع بأن المسألة إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي الشرط الوحيد والكفيل الوحيد للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يكمن في جوهر الدبلوماسية الفلسطينية وما نعمل عليه ليلا نهارا هنا في عاصمة الاتحاد الأوروبي من خلال التواصل مع الدول الأعضاء ومن خلال التواصل مع مسؤولين الاتحاد الأوروبي بشكل عام لشرح الموقف ولفضح السياسة الإسرائيلية، لأن العملية العسكرية والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة لها أهداف غير الأهداف المعلنة التي تقول إسرائيل أن الهدف منها هو نزع القوة العسكرية لحركة حماس. لا، هناك أهداف سياسية أخرى، إسرائيل تسعى إلى خلط الأوراق، إسرائيل تسعى إلى فرض حقائق سياسية جديدة في المنطقة واستبدال حل الدولتين بمشروع التهجير وبمشروع ترحيل أبناء شعبنا، وهذا ما حذرنا الاتحاد الأوروبي له، وهذا ما بدأ الاتحاد الأوروبي حقيقة يستجيب إلى هذه النداءات من خلال شرح الموقف الفلسطيني والداعي إلى ضرورة وقف أولا هذا العدوان وثانيا إطلاق عملية سياسية جدية في جدول زمني محدد للوصول إلى تطبيق مبادئ حل الدولتين وفق المبادئ التي تبناها الاتحاد الأوروبي، ألا وهي إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. شكرا لك دكتور عادل عطية السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، شكرا جزيلا لك.